النهارده لما يحصل تعثر ما بيننا وما بين اي دوله افريقيه، مش شرط اثيوبيا، نعم المجتمع الافريقي والدول الافريقيه سوف يكون لها ان شاء الله رد وموقف ايجابي جدا تجاه مصر. نعم وبالتالي يعني اللي انا عايز اقوله تاني، ان النهارده لما الرئيس الوزراء يجي ويقول ان هو عايز يكلم البرلمان، اذا هو جاهز ان هو يرد على كافه الاستفسارات. واحنا النهارده لما جينا قعدنا معاه قلنا له 1 2 3، المواطن المصري قلق، تعبان، حاسس يعني بخوف، وده وايه كان مشروع. رده يا ست نائب؟ قال انا عارف، وحقيقه هو كان يعني مرتب نفسه كويس قوي ايه الاسئله اللي احنا هنسالها له. ويمكن انا يعني يمكن في سؤال انا قلت له المواطن المصري صحيح في نقص في الميه، حاسس بيه، في فقر مائي، في، ولكن في نقطه مهمه جدا، ان النهارده المواطن المصري اللي ماشي في الشارع دايما بيقول ان في مقوله بتقول دولتك اسرائيل من النيل للفرات. وبالتالي احنا نخشى ان اثيوبيا تستغل او تستخدم كاداه لتحقيق هذا الحلم. وبالتالي المواطن المصري واعي جدا النهارده، المستوى الوعي الامني والحس الوطني في مصر كلها عالي جدا. وبالتالي احنا دي نقطه مهمه جدا تكون واضحه، واحنا رافضين التحركات دي في دول حوض النيل. وبالتالي احنا نحب جدا لما السيد رئيس الوزراء لما يجي يلمس هذه النقاط عشان المواطن المصري يشعر بطمأنينة. فهو الحقيقة قال احنا دولة لنا سيادة ودولة قوية ولنا حرية رأي، واحنا عارفين كويس قوي ان احنا موقفنا ثابت، ما لناش دعوة بأي جهات أخرى، واحنا دولة لها سيادتها، واحنا قطعنا علاقتنا قبل كده مع قطر. واتكلم على قطر، هو اللي فتح موضوع قطر، يعني حتى يعني ما هو اللي بنفسه اللي قال احنا قطعنا علاقتنا مع قطر بسبب تدخلاتها في المنطقه اللي حوالينا، يعني كان اريتريا وكان الصومال، وعادت مره اخرى تقريبا في 2014. وزياره رئيس الوزراء الاخيره لقطر كانت مرتبه ومنظمه من قبل، بقى لها مده كبيره، ما كانتش هي كانت فعلا في التوقيت ده، بس ما كانتش مقصوده خالص.